السلام عليكم. بالحلقة اللي راحت وصلنا للريت 86. صار هذا الشيء بسبب انه طورنا الجانب الدفاعي، ومثل ما تشوفون اللاعب صار مدافع خارق. احنا ودنا نركز على التصويب، بس التصويبات ما راح تنطيه كثير طاقة عالية لانه يلعب ظهير يسار ببساطة، لكن سرعة وتسارع 96 ب97. كل هذا والليفل مالتنا بعد 26، قريبين من 27 ان شاء الله. والحلقة اللي راحت بعد لعبنا دوري ابطال اوروبا دور 16، خسرنا بالذهاب ضد توتنهام 1-0، بس رجعنا بالاياب وجلدناهم 3-0. مباراتنا راح تكون ضد ريال مدريد مثل ما تعرفون بدور ربع النهائي. احنا بصدارة الدوري الالماني، مباراة ضد اوكسبورغ، مباراة هذه سكيل. هذا الموسم لاعب 33 مباراة، مسجل 8 اهداف وصانع 17 اسيست. قلوا لي شنو من ظهير هذا اللي جاي يأدي بهذا الشكل؟ 20 سنة فقط عمري. يلا نسوي مباراة اوكسبورغ سكيل. فزنا 2-1، ممتاز، ما سجلت بس فريقنا فاز، وهذا احنا الشيء اللي نطلبه ونريده. عندنا مباريات مع المنتخب، طبعا راح نلعبها بس سريع سريع يا شباب، خاصة مباراة ايطاليا، مباريات ودية مع المنتخب البرازيلي. اللي زعل الصراحة طاقات المنتخب البرازيلي جدا سيئة بسنة 2024، ما اعرف وين اللاعبين الجيدين، يعني بس فينيسيوس موجود وخيسوس وماركينيوس، حتى رافينيا طاقته 84، عوضوه بلاعب اقوى منه بالطاقة. معطيني رقم 2 مع المنتخب البرازيلي، كل مرة يعطوني رقم شكل، انا اريد رقم 3 او 6 بالبرازيل، لازم 6. حلوة حلوة، يا سلام، هدف اول 1-0 على المنتخب الايطالي. انا بديت الهجمه لفيني وانهاها فيني بالشباك يا ولد. يلا 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 وياي، حلو على القائم البعيد مصطفى، يا سلام، هي راسيه، يا الله، اوفسايد حكم، بس لا انا كاسب الاوفسايد، هي يلا يلا اسيست، يا الله، وين 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 ما يمرر، الله هذه عدت من عندي، لا 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 لا، تركت اللاعب خلفي. 2-1، اعتقد اتحمل الهدف يا شباب، تنتهي المباراه 2-1، وصلنا للليفل 27. ايش رايكم نرفع الضربه الحره؟ يلا بسم الله، اوكي صارت عندنا 54 57، ما راح ترتفع كثير، بس يلا وصلناها لل 60 ضربه حره. فزنا على النمسا مباراه وديه، فرق 7 نقاط على بايرن ميونخ، احنا بالصداره، اسم مباراه فولسبورغ، اكيد نسوي لها سكيب يا رب فوز. فزنا 4-2، يا سلام، اوه وصلنا للقمة، وصلنا لمباراة ريال مدريد. الذهاب خارج ملعبنا، تشكيلة ريال مدريد مثل ما تشوفون، ألكسندر أرنولد، لابورت، غريمالدو، هاي الإضافات اللي موجودة على التشكيلة. أنا من جهتي ألكسندر أرنولد وفالفيردي، والله الله يستر، والله راح أتعب. عدلي مهاجمنا، أتمنى يطلع من الفريق أو يصير احتياطي، لازم نجيب مهاجم أساسي. يلا بسم الله، مباراتنا ضد الريال وعلى ملعب السانتياغو برنابيو مثل ما تشوفون، الله يستر. مباراة الذهاب من دور ربع النهائي دوري ابطال اوروبا، باذن الله نطلع بهاي المباراه بنتيجه جيده، نتيجه مقنعه. خلينا نشوف بس المدرب شنو طالب من عندي، شتت الكره 3 مرات. جيبها جيبها يا حبيبي جيبها، حلو مصطفى، كانت خطره يا ولد. فيني فيني يدخل 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 يدخل، لوح الشباك يا ولد، ماكو احد يدافع، يا سلام، يلا ايش رايك مصطفى؟ بلنتي، احصل على البلنتي انا، اي صديت لها بيدك، والله مشكلتك يا حبيبي. التعادل، بلنتي انا كسبت، اسجله، يا سلام يا سلام، 1-1 الشوط الاول، دقيقه 32 بالسانتياغو برنابيو، النتيجه جيده. شو 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 سباق السرعات مع فيدي، يا ولد يا ولد يا مصطفى، التدخل رهيب. لا اخ 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 اخ، الله ياخذك فالفيردي، اذا تعرضت انا للاصابه، يا رب يا رب ماكو اصابه يا رب. احمر يا حكم، احمر هذه، شوف 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 شوف، اوف اوف اوف، احمر يا حكم، تعمد بيها، افضل لاعب بالفريق يا ولد انا. لا الله ستر يا ولد، لا 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 لا، خاطره يا ولد، الله ستر، سويت انا شباب، مربع مصطفى مربع، اشيل الكره، نقص خبره بالدفاع الصراحه، ما عندي خبره بالدفاع، والله الهدف انا اتحمله ولازم اعوض فريقي. شوف 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 سويت، وقفت على الكره، جاي سوي، اركض منها، طيب ليش ترجع؟ لا 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 لا، خطا من عندي، والله خطا من عندي، خطا كبير. حلوه، لعب، يا سلام، هي واحد بالراس، لمسة يد، لمسة يد، احصل على لمستين يد بهذه المباراة. هل يعتبر اعوضهم يا شباب؟ اذا سجلنا ممكن ممكن يسامحوني. سجل ارجوك، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، 2-2، قطع قطع، لا والله ستر، شوف شوف التمريرات السيئة، شوف لازم ارجع اركض، انا لياقتي انتهت، لياقتي خلصت، والله انتوا تتحملوا شباب، والله ماكو حد يلعب، تمريره بنص الملعب ضيعها، هدف نتلقاه بالدقيقه 89 3-2. حلوه مصطفى، حصلها، الله يا سلام، شوت
شوت يا ولد شوت. شو اسوي لهم انا؟ شو اسوي لهم؟ والله حتى الكورت وجالي يعني مررت سويت كل اللي علي. هل نعوض بالذهاب بالاياب؟ والله ما ادري، مباراه صعبه الصراحه. فزنا على ماينز 3-2. مباراه الاياب ضد ريال مدريد على ملعبنا وامام جمهورنا. بسم الله صافره البدايه ومصطفى باللون الاحمر. يلا ركز يا مصطفى، نريد اداء افضل من المباراه اللي راحت. هي يلا بالراس، يا الله وماكو حمد مركز صح. حلوه حلوه حلوه، الله 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 الله، اوفسايد. طيب يا سلام يا سلام، هي مصطفى يلا عرضيه واحد، ماكو احد، ما جاي توصل صح. رودريجو لو تطير هم اجيبك، لو تطير هم اجيبك يا رودريجو. حلوه والله تدخلاتي رهيبه، يلا استغلها. عدلي عدلي، الله الله الله، اركض يا حبيبي، المكان مفتوح قدامك. سيء، العب يا سلام، روح مصطفى روح. هي عرضية، لا 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 لا، ضاعت ضاعت. كي 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 بعدها. فاول 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 فاول، تخيلوا جول. خلاص خلاص، مشوا المباراة مثل ما يردون ونهوها يا شباب. خلاص رسميا انتهت المباراة، خسرنا بالذهاب والإياب، تعادلنا 0-0 رسميا. ريال مدريد يوصل لنصف النهائي واحنا نطلع. بس كموسم أول إلي مع ليفركوزن يعتبر أداء جيد ورهيب، نحتاج بس قلب هجوم، أتمنى يشترون قلب هجوم. شوف 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 المدرب فل راضي، أنا أفضل لاعب بالمباراة هذه. باقي مباريات دور ربع النهائي، تعادلنا 2-2 ضد هوفنهايم، فرق 7 نقاط حاليا على بايرن ميونخ، ما باقي شيء نهاية الدوري إن شاء الله. فزنا 2-0 على بوروسيا مشغلادباخ. شباب والله راح أشيل نقاط الضربات الحرة، يعني منو راح ينطيني ضربة حرة أصلا؟ فأريد أطور اللاعب من الجانب الدفاعي، أريد أخلي اللاعب فول. وعي دفاعي 96-97، تدخل وقوفنا 93، تدخل بالزحلقة 95، أعتقد طاقة اللاعب زادت. 88 رسميا طاقتي حاليا، أريد أفول الدفاع، الجانب الدفاعي أريد أفول. أوه الفرق 10 نقاط على بايرن ميونخ، خسرانين البافاري، والله ماشيين صح إحنا. عادلنا 1-1، بس ما تهمنا بعد هاي المباريات لان اتوقع احنا راح ناخذ الدوري. باقي جولتين بس من الدوري الالماني، خلاص انتهى الموسم. فزنا على هيرتا برلين 2-0. الجوله الاخيره ضد شالكا رسميا احنا فزنا بالدوري الالماني بفارق كبير على بايرن ميونخ 8 نقاط. تعادلنا مع شالكا بس ما تهمنا المباراه، خلاص انتهى الدوري. وصلنا ليفل 28، تدخلات راح نرفعها يا شباب، شيء اسطوري، اللاعب حرفيا صار مدافع صلب. باقي عندي نقطتين، خليت التمرير القصير 69، طاقه 90 رسميا حاليا. يا الله على هذه الطاقة يا ولد يا ولد، وصلنا للطاقة 90 بالظهير يسار بعد ما وصلنا ماكس. ودي اشوف ناخذ دوري ابطال اوروبا. ريال مدريد فازوا على بوروسيا دورتموند، يعني على ناديين المان، وبعدين بالاخير فازوا على الباريس سان جيرمان. طول الموسم انا لاعب 43 مباراة، مسجل 18 وصانع 19 هدف، تعتبر الاحصائية لا بأس بها، تعتبر ممتازة. عندي هدف واحد بس بدوري ابطال اوروبا، وعندي 7 اسيست بالابطال. شوف اذا نجي على الهدافين، افضل صانع العاب بعدنا مصطفى 12 هدف بالدوري الالماني، وبدوري الابطال انا بعد افضل صانع العاب 7 اهداف. فاتمنى يجي لي عرض يا شباب من نادي كبير، نقدر نرفع الراتب الى 125 الف. خلاص راح ننهي موسمنا رسميا. اشتروا لاعب جديد الميرون، والله راح اطلب الانتقال شباب، راح اطلب الانتقال لان ما حد راح يطلبني الصراحه. طلب انتقال مانشستر يونايتد. اوكي اوكي اوكي، والله العرض رهيب، حلو ننتقل لمانشستر يونايتد. 220 الف دولار راتب، اشوف العرض جدا ممتاز بسنه 2024. احنا لعبنا موسمين لحد الان، هذا موسم 24 25، والله اشوف اقبل بدون اي انتظار. ها مانشستر فريقهم محترم، حلو حلو، اروح العب بالدوري الانجليزي. اوف اوف اوف، يلا بسم الله. خلاص راح اوقع يا شباب رسميا، انا راح العب لمانشستر يونايتد. هل مانشستر يونايتد مشارك بدوري ابطال اوروبا؟ ما ندري، بس احنا راح نلعب وياه موسم موسمين، اريد العب مواسم كثيره مع اليونايتد. يا هلا بكازيميرو وتين هانج، خلينا نشوف ايش راح نسوي مع المان يونايتد. بس ان شاء الله ماجواير ما موجود يا شباب، تخيلوا ماجواير وياي بالدفاع، اوف راح اعاني كثير. لو تارو مارتينيز موجود، حلوه والله حلو لو تارو مارتينيز موجود. يلا يا مصطفى، انطاني رقم 2 بس راح نغيره اكيد، رقمنا 3
مع النادي، احنا ما نقبل باي رقم ثاني. يا هلا يا هلا يا مصطفى يا هلا، وقعت رسمي لمانشستر يونايتد. الحراس ديخيه موجود وهندرسون موجود، حلو. هو وهذا بعد حارس 85 حلو. اظهر اليسار يا شباب انا الاساسي رسميا، ايدر ميليتاو دفاع مع اوكي دفاع، مارتينيز موجود حلو، ممتاز 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 حلو. قلبين الدفاع اريكسن فان دي بيك، وسطنا وين وسطنا يا شباب؟ وسط اريد قوي، وسط عليه شوي الصراحه، مو افضل وسط يا شباب، نحتاج لاعبين وسط، اتمنى يشترون لاعبين وسط اغلبهم كام يعني. عندك مجبري هذا كام يا شباب، اولمو كام، اريكسن اكيد طاقته راح تنزل، فان دي بيك يعني طاقه ضعيفه والله. والهجوم بعد مهم، راشفورد، سانشو، ايلانجا، انتوني، لوتارو وفيرنر. والله لا بس لوتارو مارتينيز اشوفه جدا ممتاز، حتى نعرض له ويسجل بالراس. انهى مانشستر يونايتد تعاقد مع مصطفى، والصفقه عمر 21 سنه، العقد 293 او 294 مليون تقريبا دافعين لليفركوزن. شنو هذا الرقم لظهير يسار؟ 300 مليون تقريبا ظهير يسار اشتروه من ليفركوزن مان يونايتد، والله دفعوا مبلغ مصيبه هذا المبلغ. عندنا مباراه بالدوري برينتفورد ضد مانشستر يونايتد، افتتاح الدوري واول مباراه لي مع اليونايتد، مباراه خارج ملعبنا. شوف الطاقه يا الآن أقوى لاعب بالفريق يا شباب رسميا، راشفورد معاي قدامي أوكي. والله محتاجين وسط يا شباب، محتاجين لاعب وسط يعني، كازيميرو حلو بس محتاجين واحد ويا بعض. أول مباراة خارج ملعبنا، بس خلينا نشوف تين هاج إيش طالب من عنده. أتمنى أتألق مع اليونايتد بأول مباراة لي. 300 مليون 300 مليون دافعين، والله مبلغ كبير، شتت الكرة ثلاث مرات. تين هاج ركز شوي على التصويب، اطلبني أصوب تمام. تعالوا تعالوا شباب، قبل أن نبلش المباراة اللايك اللايك والاشتراك، لكن احنا عندنا هدف بهذا الموسم مع مانشستر يونايتد، وهو نكون افضل صانعين العاب بالدوري الانجليزي، واذا نلعب الابطال بعد نكون افضل صانعين العاب. اريد انا اكون اصنع اهداف كثيره. شوت خطير خطير خطير، يا سلام. لا هذه خطره، هذه خطره حلوه داخليه حلوه. عندي 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 حلوه كازيميرو، يلا واحد بالراس، يا سلام. الله لا 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 لا، خطير بالعرضيات انا يا شباب، خطير جدا بالعرضيات، يا سلام. يلا شوت يا الله. شوف 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 الدفاع، اول مباراه خساره. لا يا شباب لا لا، ضد برينتفورد بعد لا، حلوه يا سلام. يلا تعادل التعادل، يا عمري التعادل، يا سلام عليك، يا سلام يا مصطفى يا سلام. يلا جوا روح يا رب يا رب، اسيست يلا اسيست اسيست، يا الله ضاعت 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 ضاعت، ترجع العب لي انت، يا سلام عليك، يا الله بوم. خلصت المباراة 1-1، المباراة الأولى لنا، تعثرنا بالمباراة الأولى. هالمرة مباراتنا ضد برايتون، اشتروا لاعب فرنانديز، أي فرنانديز هذا؟ انزو فرنانديز يا سلام. طبعا يا شباب الشكل بالبلاي ستيشن ما مضبوط، بالبي سي مضبوط الشكل، لكن بلاي ستيشن ما مضبوط، مضبوط إذا تنزل مودات يعني. شوف الوسط كيف صار، الوسط صار خرافي، هسه الوسط أسطوري. أولمو فرنانديز بالوسط مع كازيميرو، تشكيلة قوية، لكن وين المدافع الثاني؟ وين مارتينيز؟ روح راشفورد يا عمري على التمريره، اركض وشوت قوه، اسيست اسيست الاول، اي اسيست الاول، يا سلام يا مصطفى، تمريره خرافيه لراشفورد، هدف اول 1-0، الله عليك، حلو الانهاء صراحه، جدا رهيب الانهاء يا راشفورد، شكرا لانك سجلتها، لانك اعطيتني الاسيست الاول. شوف 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 الاسيست، يا سلام على التمريره، وروح بوم، انهاء خرافي من راشفورد. تعال 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 تعال، الله 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 الله، ستار حلو دالوت، خطره دخيه دخيه دخيه، وحش فرصه الان لكره مرتده، حلوه حلوه مصطفى، تمريره عالميه يا ولد، يلا يلا استغلها، حلوه انتوني، يلا جول يلا جول يلا جول يلا من الزملاء، يلا بوم. يس الله عليك لو تارو، والله عرفك تسجل بالراس يا حبيبي، يا سلام 2-0. دخية دخية دخية، الله روح يا رب يا رب، والله طمعت بها يا شباب انا اسجلها،
يا سلام، اول اهدافي مع اليونايتد. الله عليك الله يا ولد يا رهيب. شوف السرعه، شوف السرعه. ما صنعت والله، طمعت بيها، قلت لكم طمعت بيها. وحطها بالجول يا رهيب، حطها بالجول. خلاص انتقال النتيجة 5-1، تخلص المباراة. ليش المدرب مرض؟ لا والله دائي رهيب يا شباب، كان صنعت سجلت. وصلنا للليفل 29، رفعت ركلات الحرة إلى 60. طلعت مجموعات دوري الأبطال، إحنا بالمجموعة الأولى، أتلتيكو مدريد مارسيليا. أوه والله مجموعتنا قوية يا شباب، أتلتيكو مارسيليا، لكن إن شاء الله نصدرها بإذن الله. الله يستر. الله ستر. أوف أوف أوف، كاميرا تغير مكانها يا شباب، ما أعرف شنو السبب، بس خلنا راح نلعب على هذه الكاميرا. مضطر الصراحة، لأن حاولت أغيرها ما جت تغير، قلتشت. حلوة راشفورد، يلا هي أضرب يا دالوت، أضرب يا دالوت. العب لي، يا سلام، يلا بوم. شنو هذا الجول؟ شنو هذا الهدف؟ يا سلام، مباراة ثانية على التوالي أسجل بالصاروخ، صاروخ صاروخ صاروخ. شوف 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 بوم، اضرب 120 كيلومتر بالساعة. يا الله على هذا الهدف الخرافي. يا سلام يا سلام على التدخلات. لا شباب، ديخية، لا يا ديخية، اطلع اطلع يا ديخية، اخذها. حلوة اسيست. لا 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 يا شباب، لا يا شباب، لا مشكلة تنقطع من عندهم من هناك يا شباب، رأسا تصير هجمة، فأنا ما موجود بمركزي أكيد. أوه يلا أنتوني أنتوني، حلوة بوم. يا سلام، تغيير اتجاه اللعب كان أسطوري، هدف التعادل جيد. فاول فاول، بس لا بلنتي بلنتي علي أنا. يا الله، يا سلام، شوت شوت يا حبيبي، شوت من البداية. اوكي انتهت المباراة يا شباب 3-2، انا افضل لاعب بالمباراة والمدرب ما راضي، مشكلة عندي مع تنهاج. والله خلصت فترة الانتقالات، طبعا فزنا بمباراة ودية على النرويج، مباراة ودية ثانية مع المنتخب ضد فرنسا، تعادلنا 1-1. للأسف راح العب احتياطي بمباراتنا بالدوري ضد نورويج سيتي، راح ينزلني المدرب الدقيقة 62، النتيجة 2-2. حلوة راشفورد، يلا مصطفى، لو تارو سعد العب له، شوت يا سلام، شوت انت يا تاري، شوت انطيني الاسيست. اوكي مو مشكله يا شباب، حلوه مصطفى، حلوه، استعاديت الكره بطريقه رهيبه. روح اركض اركض اركض، هجمه مرتده شباب، لازم نستغلها. يلا راشفورد، يا عمري مصطفى، يلا لو تارو مارتينيز. لا 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 لا، خارج القدم وحده. اوه خطير خطير يا مصطفى، يا سلام، خطرة. الله ستر الله ستر الله ستر، يا رب ما يجي جول. حلوة ديخية، حلوة. خلاص انتهت المباراة، فوز صعب لكن الهدف انا شاركت به. حلو، حاليا بعد التدريب صرت اساسي اتلتيكو مدريد، رجعنا الدوري ابطال اوروبا. قلب الدفاع عندنا هذا يا شباب موجود، في قلوب الدفاع عندنا، يعني عندنا نقص بقلب الدفاع الصراحة. البقية التشكيلة رهيبة ما شاء الله، تيفو مصطفى شايلين الجماهير. يلا 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 بسم الله، خلينا نشوف بس المدرب ايش طالب من عندي. نفذ 4 من الاعتراضات، تحقيق معدل استحواذ للفريق. حلوة، يلا لو تارو مارتن، يا سلام يا سلام، هدف أول. حلو لو تارو مارتينيز، نتقدم بالنتيجة جيد. لا تنسون جد نلعب على ملعبنا دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، ففوز مهم جدا راح يكون بهذه المباراة الأولى افتتاحية البطولة. لا لا لا، ضربت بالمدافع، ضربت بال، والله ما أعرف كيف دخلت. شوف كريزمان شاتها، ضربت بميليتاو وراحت بالشباك يا حبيبي. حلوة يلا رأسي، لا 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 كانت خطرة والله. حلوة حلوة، يا سلام يا سلام، لمسة يد. يا بوت يا بوت، بداية ما تبشر بخير مع اليونايتد الصراحة. ديخية صدها صدها يا ديخية صدها، بلنتي علي. يا الله يا حكم، ما بها شيء يا حكم، يعني الكرة ما أعرف مغناطيس ولا شنو، تروح على الإيد على الإيد مباشرة. صدها صدها ديخية، أرجوك دخية دخية. لا لا لا، حلوة يلا سجل سجل، يعني ما أعرف دخية وين صاعد، إيش عنده صاعد ما أدري. أوكي عندي الكرة، مصطفى لا يا حارس، يا الله هي عرضية. خلاص خلاص خلصت،
مباراة صعبة حيل يا شباب ضد أتلتيكو مدريد، فريقنا جيعان الصراحة، قد دفاعنا جدا ضعيف، بلنتيين بمباراة واحدة، بايعين المدافع، بايعين مارتينيز، لا 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 والله ما يصير بهذا الشكل، يعني ما عندك قلب دفاع. أوكي شباب الحلقة الجاية إن شاء الله نكمل بإذن الله تكون حلقة أفضل، إذا تريدون نكمل الحلقة كاملة موسم كامل فأريد هذا المقطع يوصل 10,000 لايك حتى نخلص الحلقة إن شاء الله أو الموسم كامل بالحلقة الجاية. لايكات اشتراكات تنبيهات، شكرا للمشاهدة، السلام عليكم.